بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي تنحنحي ولا اعملي اي حاجه كده، هقطع الخلف خطر. وانت مالك؟ ولا من امتى بيهمك ان انا زعلانه ولا مش زعلانه؟ يا اختي ما تفكرنيش بالحيزبونه اللي جوه دي، كفايه. يا بت ما حصلش حاجه. في ايه؟ ما انا جوزي دخل عليكي بالغلط، عملت المناظر الوسخه اللي عملتوها لي دي. خلاص اتبطيتي، انزلي بقى من على وداني. عايز تتكلمي معايا في ايه؟ طب تعالي. الدكتور قال لك تسيبك من موضوع الخلفه، سيبك منه وركزي معاه شويه، يمكن يجي اليوم كده اللي يطلع لك صوت وتنطقي. يا اختي وهو الخلفه اللي هتمنعه من الجواز يا خايبه؟ خايفه من وليها الحربايه اللي بره؟ مخافيش، دي حربايه عايزه تكوش على الدنيا واللي فيها. عايزة تجوز ابنها وتبسط ابنها وتخلف لابنها واحنا نقعد نتشل هنا. ان شاء الله هتتصالح على عزرائيل وياخدها مننا ونخلص. يا بنت هو انت عفشة قوي في موضوع الخلفة ده؟ لا، كلام الدكاترة يا خايبة بيجيب ورا، كلهم بيجيبوا ورا. بس أنا عندي فكرة غير موضوع الدكاترة. أنت هتقولي لهم إنك عايزة تروحي بكرة الصبح للدكتور وقال إيه عايزة تاخديني معاكي. طبعًا هما هيستغربوا، عارفين إنك بتكرهيني وما بتطقنيش وتتمني لي. لا أنا أقول أنت ما تعمليليش كده. وبعدين لما انا هسمع منهم هقوم قافشه في الكلمه وقال ايه بحبك وعايزه اروح معاكي للدكتور واطمن عليكي. هيقوموا برضو يستغربوا وعارفين ان انا ما بطقكيش والحاجات الحلوه اللي احنا مخبيينها لبعض دي. الا اه الا اه ما تقوليليش اه. انت مالك رايحه فين؟ هوديكي في حته هيخلوكي فيها حبله بين يوم وليله. بس بقول لك ايه، تعملي حسابك كده في كام الف جنيه عشان في شويه حبايب لازم يترش عليهم. انتي مالك؟ بكرة هتعرفي. ويا خبر النهاردة بفلوس. بكرة الصبح هيبقى ببلاش. خدي خدي، طهري جوفك. جدع يا وزة. يعني ايه؟ يعني ايه تسافر من غير ما تقولي؟ انا عامله حسابي ان انت تكون معايا الليله. تصدق يا لؤي، انت عليك حركات مستفزه. يا ابني ما تخافش، ابويا طمني وقال لي ان هو حل كل حاجه. اقفل. سلام.
براءة نوح. ده شيء يسعدني يا معلم. انت راجل اللي يناسبك يتشرف بيك، وابنك زينة الشباب. يعني يقرا الفاتحة يا باشا. للأسف انت جيت متأخر شوية يا معلم. فريدة مخطوبة. مخطوبة؟ مخطوبة لمين يا باشا؟ سامي يا حاجة. ايه ده كله يا خميس؟ تمن البضاعة الطاق تلاتة. بس البضاعة لسه ما اتصرفتش، وانت يا دوبك لسه مستلمها. انا اتفقت على تمن البضاعة وبعتها قبل ما استلمها، وخدت تمنها بالكامل، مش نص بقى ولا ربع. لا، وهو ده النظام الجديد، مكسب قبل خسارة. يعني ايه؟ مانيش فاهمة. يعني اللي عايز يشيل معانا المخاطرة ويخش بقلب جامد، واحنا ونصيبنا، انما هيدفع سعر اقل من اي حد. انما اللي عايز يصبر بقى حد ما البضاعه تخش السوق وتتصبر وتبقى في الامان براحته برضه، انما هيدفع دوبل دول. وانا لقيت اللي يشيل معانا، وادينا كسبنا وفلوسنا في حضننا. عشان كده لعبتها هزار مع النوح، عايز تغلوش على البضاعه المتباعه، لكن علمت عليه. صحيح ابن ضاويه يا واد. كده بقى احنا هنقول للشعبي باي باي. باي باي. ونخش السوق ونرجع امجاد مزاج الخير. اوعى يا واد. بسم الله يا رمان. بالهنا والشيف. شلبي امرني. حاجه ساعه للنجمه بسرعه. اعتبره حصل يا برنس. يلا يا بنات، يلا بروفا مع بوسي على الاستيج، علشان انتوا كلكم في الرقصه بتحدفوا شمال. اظن كده احنا خالصين. انت كنت ضيف عندي في بيتي، وانا دلوقتي ضيف عندك في محلي. بس انا اكرم منك ومش هقفل في وشك الباب. الباب اتقفل وصورتي اتشالت يا مالت. انا ماليش في الغصب، وانت اللي اخترت. القصد انا جاي اسالك سؤال واحد قبل ما تسألي وتقولي أي حاجة. اشبكي إيدي في إيدك كده وشبكة العشرة الكرام دول، ومليك عليا حلفان. أنا زعلان منك. مش هنعيد ونزيد، أنا ما بقيتش أكل من الكلام ده. اسمع بس اللي أنا جاي أقولهولك. أمورين. الباشا قال لي خميس إيه؟ حاجة الساقعة اللي متكتكة حصلت لنا البركة. بالريقك يا نبيل. ينفع كده؟ احنا حاسين ان احنا في دار مسنين. كلكم بتحدفوا شمال، الناس اللي قاعده على اليمين تعمل ايه؟ يروحوا؟ يا ماما الايقاع تناغم وتناسق مع بعض. بنقول ما بين نارين، لو نار واحده نخليها ناحيه الشمال، نارين يبقى شمال ويمين. من هنا من هنا كل الحاجات دي تتشد وتترفع. محل اكل عيش. شلبي امرني. اظبط لي الزوايا، باب بين نارين يتذاكر كويس. حاضر حاضر من عيني. يا نعم يا حاج. شرابيه بتقول انك عايزين. قالوا لي انك هتاخدي كرامه للدكتور. غلبانه؟ حاسبها يعني تروح للدكتور لوحدها؟ ومن امتى ينبوع الحنان ده يا شو؟ يا خراشي يا حاجه، اقرب مش عاجب. ابعد تقولي عليا بالرويه. يا رب اعمل ايه يا رب بس عشان اخليها ترضى عني؟ ماشي يا شو، روحوا بس ما تعوقوش. من عينيا. شو؟ نعم. خدي بالك من البيت.
خلاص مش قادره، دماغها تنفجر من كتر القرايه. الالم بيزيد في كتفي وفي ظهري ومفيش مسكن نافع. مالك يا بنتي تعبانه؟ هروح عند اهلك الدكتور وهخلي الممرضه تجيب لك مسكن. مسكن ايه ده؟ انا هديك اللي يخليكي حديد. يا ريت، لحسن انا هموت وانام والوجع ما بينيمنيش طول الليل. طب استني بس ما نقفل الباب كويس. ليه؟ احتياطات امنيه. وانتي ناويه تديني ايه؟ مسكن والله. منى انا مش مرتاحه له. يا بنتي مسكن والله، بس عشان هو رخيص وجامد منعينه عننا. خدي انت كفايه عليكي نص حبايه. بسرعه شويه قبل ما حد يشوفنا. اسمه ايه ده؟ رمضان؟ اه. ما قاليش، مرضيش يريحني. غريبة اللي انا شفت في ايديها، يعني لا دبلة ولا احزنون. وبعدين ازاي خطيبها يا حاج يسيبها في سهرة زي دي؟ خلصت الشاي يا معلم؟ اه تسلم ايديك. شيليه بالهنا والشفا. انا بقول يعني ازاي خطيبها يسيبها في سهره زي دي تترقص مع كل واحد شويه؟ يا عم اقعد بقى يا عم. بظبط لك الحجر يا حاج. هو شغلك انت؟ اقعد. وادي الحجر. بيت يا سوريا. نعم. ما تيجي يا بنت تظبط الحجر يا بنت. من عيني. بس البيت يا حاج لوز اللوز. ايوه. تفاحه مقشره. هتقول لي انا قصدي على فريده، فريده بنت العمروتي. ما انا عارف يا عم انها فريده، فريده بنت العمروتي عارف. البنت دماغها عاليه يا حاج. ايوه. تغيبه قراري. هي عاليه قوي قوي قوي. بس يعني لما انت واد جامد قوي وقاري دماغها مش قادر تميلها بكلمتين وتجيبها على سنها. مش سهل، صعب قوي. البنت دي بسبع ارواح. ضربت مني السيجاره وقامت هاتك يا راس. لغايه ما هدت حيل امي. انا حاسس ان الراجل ده بيلاعبني، بيرقصني عشان ياخدني مقص على سنه. حلاوتك يا معلمه في جو مين الشربيني ده اللي هيفصلني من السيجارتين اللي مصطبح بيهم؟ مش بقول لك انك هتفضل طول عمرك حمار؟ حمار حمار، سيبني اقوم بقى عشان عندي مصلحه. خليك مرزوع لغايه ما تشوف لنا صرفه. صرفه في ايه يا حاج؟ انت مش قلت انها خارج بيت؟ اه. أنا خايف يكون بيفكر في اللي في بالي. بالك؟ هو إيه اللي في بالك يا معلمة؟ ما تيجي يا بنت يا سوري اظبط الحجر يا بنت. ما هو عندك يا معلم. الله. اه الحجر عندي صح. اه. سلامة الشوفة يا معلمة. سمعتي ايه؟ انت على طول كده ملبشه جدتي يا ست مطر، ما لحقتش اسمع حاجه. يوم ولا حاجه ولا طردتش كلام ولا اي كلمه؟ لا بس شكل كده المعلم نوح منمر على حاجه، بس لسه تايهه منه. بصي براءة في دنيا تانية طبعا بعد الاستباحه كان محتيط. حاجه ايدي اللي منمر عليها؟ يكونش ناوي يجوزه صحيح؟ مش عارفه، بس وانا ماشيه سمعت كلمه مخطوبه، خفت اقف لحد ما لم يشخط فيا. مخطوبه؟ هي مين دي اللي مخطوبة؟ والنبي ما اعرف، هو ده اللي سمعته. امال انت تعرفي ايه؟ قولي قولي يا تكنيله، وانت مالكيش لازمة. كل ده مالكيش لازمة. طيب بصي بطشيك. وناش عرفني؟ وانا مغسل وده من جنة؟ امال ليه قلتني ان الجوازة ألف بعد الشر مش حتن؟ احساسي ماي فيلينج. هتحاسبيني على الفيلينج يا رمانة؟ يا اخويا ما تعيش عيشة اهلك وتتكلم عدل، انا مش فاهمة حاجة. بقول لك ايه؟ خميس لو عرف ايته حاجة هقول له ان انت اللي غصبتني. مين قال غصب؟ انا قلت غصب؟ هو قال غصب؟ انت قلت غصب. يا ماما شغلانتنا دي ما فيهاش غصب. هز الوسط لازم يكون بالكيف، وهي دي عيشة اهلي. مالكش فيه، سيبني في حالي بقى ابوس ايدك. نفسي اعرف انت عامله حساب لافندينا قوي كده ليه؟ هو يعني ما يعرفش بلاوي الكار وعيله بالليل، ولا يكونش خدك من على سجاده صلاه وانا ما اعرفش؟ اشربي اشربي يا نجمه. يعني انتوا مش ناويين تجيبوها البر؟ ما احنا كنا على البر، وانت اللي مديت رجلك في قلب الغريق، وانا عملت ايه؟
جيت عايم لحد عندك ومعايا القشايه، لكن انت اتكبرتي ونفسيتك عليت ورفضتي القشايه. ما تورق يا اخويا وتعمل لك قفله. جرى ايه؟ هو الكارما فيهوش غيري ولا ايه؟ ما انت كبرت صوره صاحبتك وحطيتها على الواجهه، وكل شله يشبه له طلعنا انا بقى من نفوخك. بكيفي مش بكيفك يا برنسيسة. هابي درينك. هابي فالنتاين. دي مشي يا بنت، بلاش تبقي عامله زي الحرامي الاهبل، عيب كده احنا في الشارع، الناس عماله تبص علينا. انت مالك رايحين فين؟ هو انت مش ماشيه معايا؟ امشي ورايا وخلاص. يو يا بنت خايفه من ايه؟ هو انا خطفاكي؟ هو انت مش عايزه تجيبي عيال علشان تربطي الولايه اللي قاعده لك في البيت دي؟ خلاص انا مودياكي الوحده خلاص الاول، هتخليكي تجيبي عيال للصبح، بس لازم تقولي ان شاء الله. ان شاء الله. يلا بينا. نوفل نوفل. ايوه استاذ، الجورنان والسندوتشات. قول لي شايف البيت ده؟ اه ماله؟ تعرف حد ساكن فيه؟ هنسيب شغلنا بقى ونتجسس على الخل. ما تبطل رغي ورد على قد السؤال. اه اعرف اللي فيه شقه شقه. طب هات شقه فول وقول لي على اللي فيه شقه شقه. اول ما شفتها طالعه هي ومرات خاله العايقه دي عند الست بتاعت الدجل والشعوذه وبسم الله الرحمن الرحيم، جيت جري عشان ابلغك. انت متاكد زياد انها مرات فندينا؟ يعني قطرتهم من تحت البيت لحد ما طلعوا عند الولايه دي؟ ايوه يا ست مطر. مراته ومرات خاله. ايوه هما الاثنين شكلهم كده ولا مؤاخذه بعافيه حبتين وطالعين يفكوا عن نفسهم. اسمع ياض، تعرف تجيب لي قرار الوليه دي؟ طبعا نجيب قرارها، هي كيميا يعني. انت قلت لي اسمها ايه؟ حنتومة. عن ايه؟ حنتومة. طب وانتوا رنتا؟ ماشي. حنتومة. يا حلوة قوي. ومن ساعتها يا بنتي يا بيسه مش قادره اتلم على نفسي وما دقتش طعم النوم، مش عارفه اعمل ايه واسوي ايه. انت المره اللي فاتت برضو يا ابله كنت مرعوبه كده، لا افنجينا يعرف والحمد لله ما حصلش. المره اللي فاتت كوم والمره دي كوم تاني خالص. الاثنين يعرفوا بعض كويس، يعني خميس هيعرف هيعرف، وبدل ما بيحضر لي فرحي هيحضر لي كفن. والنبي يا ابله انا حاسه ان انت بتهولي الامور، والعمرو ده ايه مصلحته في كل ده؟ ده راجل صاحب مزاج، لا ليه في الوش ولا في اللبش، ولو كان عايز يخربها عليكي كان خربها يوم الحفلة. المالت مفيش اوسخ منه، وعشان يشغلني لحسابه ممكن يعمل اي حاجة. وانت ليه يا اختي ما قلتيش لأفنجينا بدل ما تروحي للمالت يبيع ويشتري فيكي ابن الدايخة ده؟ استحالة يا بت، خميس ده لو عارف انا ممكن اموت نفسي، اصل انت مش عارفة اللي بيني وبينه. أفنجينا ده دنيتي اللي انا متشعلقة بيها وقافشة في ديلها العمر كله. انت بتتكلم عن مين بالظبط؟ خميس ابو سنه اللي عرفتك عليه. اه افتكرته بس ما ركزتش معاه. ماله بقى؟ ايه رايك فيه؟ وانا اعرفه منين عشان اقول لك رايي فيه؟ انا بقالي ساعه بكلمك عنه. بس ده كان في واحده في الحفله لازقه فيه، يعني ما كانش مركز مع حد غيرها. الله، ما انت مركزه، هو عارفه كل حاجه. انت عايز ايه بالظبط يا عمروتي؟ في دماغي مشروع، بروجكت، مصلحه. مشروع جواز تاني؟ يا حبيبتي أي جواز بيبقى مشروع، مش عايزك تفكري في الجواز بطريقة رومانسية وتقليدية. أثبت لك إن الجواز مشروع. لو مفيش جواز بتوع فساتين الفرح والبدل والبابيونات هيبيعوا لمين؟ بتوع العفش هيبيعوا لمين؟ بتوع الشقق والكومباوندز هيبيعوا لمين؟ بس بس بس. لا مش بس، لأن بعد كده بيخلفوا، فبتوع البزازات بيبيعوا لهم، وبتوع لبن الأطفال بيبيعوا لهم، وبتوع لعب الأطفال بيبيعوا لهم. ده المشروع الوحيد اللي حلال، لا غبار عليه. طول عمرك عندك رد يا عمروتي. Thank you.
الحكايه لعبت في دماغك يا ست المطر. من غير لا توعجن جاوبي على السؤال. يا اختي بالراحه عليا شويه، انا باخد ودي معاكي في الكلام. يا اختي لا تاخدي ولا تدي، قوليلي الولايه اللي بتحكي عنها دي تعرفيها منين؟ انا الصراحه يعني ما اعرفهاش، بس في واحده حكيت لي عليها قبل ما اجي اشتغل عندكم. يا بنت انطقي يا بنت اسمها ايه؟ والنبي ما اعرف اسمها ايه، بس انا يعني ممكن اتقص لك واجي اقول لك. ماشي اتقصي، اعرفي اسمها ايه وساكنه فين. مش بقول لك الحكايه عجبتك ولعبت في نافوخك؟ خرب بيت دور خالتي اللتاتة اللي انت عايشه فيه ده. يلا بنت امشي روحي شوفي شغل. ياه وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان خاطر مصلحتك؟ انا عايزه اريحك. اه يا سافله يا واطيه، مش بنت غوري. ام سافله قال وفي احلى منها. شكلها قربت قوي وهيحصل. انت جيتي؟ كنت لسه هكلمك. واقفه بقيت مستنيه من بدري. طب يلا. جاهز؟ اه اركني عربيتك دي في اي حته وتعالي اركبي معايا. لا استنى، العيال قاعدين على النار ما تبعدش بيا، وبعدين انا خلاص دماغي فصلت. ما تخافيش، يكون في معلومك. انا بقالي سنين ما عملتش الحكايه دي. ايه دي؟ ان يعني قديل لحد. بس يلا كل يهون عشان خاطر عيونك انت قمر. فاكس قوي يا معلم براءة الجو ده. معلم ايه؟ براءة. براءة؟ عسل قوي براءة دي. طب حس كده بقى. يا يا كبي. يلا. ياي. خش يا حبيبتي. اوعي تقعي مني هنا كمان. احنا كنا فين؟ احنا كنا عند الدكتور. اوعي تنسي. خير؟ مالها ست كرامك يا فرلة الشر؟ مالها يا ولية؟ ما هي كويسة اهي. وقعت مني في الشارع واحنا رايحين للدكتور، اداها حقنة وقال انها لازم ترتاح شوية. كل ده عند الدكتور؟ ايه؟ ما هي لما وقعت عند الدكتور اضطر يحط لها جلوكوز. جلو ايه؟ جلوكوز؟ طب والختمة الشريفة ان هو ده اللي حصل بالظبط. وقال لكم ايه الدكتور بقى من الصبح لغاية بالليل؟ قال ان هي لازم ترتاح شوية وتاخد الدواء وقرط على انها ترتاح. طب يا اختي خديها الأوضة عشان ترتاح. حاضر. ايدك معايا يلا يا شربية. يا عيني على اللي نابك. يا عيني على اللي نابك. هاتي ايدك يا حبيبتي. يا لهوي ده جدتها متلجة. وطي صوتك، انت عايزاها تفتح لنا المحكمة هنا؟ وطي صوتها، هي معقولة تكون واحد من نفسها كده؟ انت مال أهلك؟ يعني ايه مال أهلي؟ هي متلزقة يعني؟ خشي. خش دخلت أهو. مصر يعني تعزمني على واحد كوكتيل شعبي من بتوعك برضه؟ مش مريحني انت النهارده يا باشا. الله ليه؟ مش دي الخلطه بتاعتك؟ واحد كوكتيل شعبي على حجرين وبعدين تيجي ام سامية تروق الاناني. هي الخلطه اللي انا عملتها هي اللي انا علمتها لك دي. اضرب يا باشا اضرب وعيني. على فكره انا في كل ده لقيت حاجه تخصك. ايه يا باشا اللي يخصني؟ في أوضة شبه الأوض اللي عند أم سامية، وسرير يشبه السرير اللي هناك، وليلة تشبه الليلة دي، رمانة خانتك يا خميس. كلام يا باشا اللي أنت بتقوله ده؟ خانتك معايا. معاك يعني إيه؟ بس أنا ما كنتش أعرفك، هي اللي كانت تعرفك. بس بعد معرفتك ما يصحش ما اقولكش، وخصوصا لما جالي خبر ان انت عايز تتجوزها. تتجوزها ليه لما هي من ابو بلاش؟
سيبتي ركبي. انت مالك يا أبلة؟ في نفسي هفتني على الرمان، قلت اقفرط لحبيتين بلاش. البنت دي خدتك وروحتوا على فين؟ ما تكدبيش عليا وما تقوليليش عند الدكتور. انطقي، رحتوا فين؟ زار عند حنتومة. يا سلام، ومن امتى هي عايزة مصلحتك؟ ومن امتى بتحبك الحب ده كله؟ وانتي ما قلتليش ليه قبل ما تروحي مكان زي ده؟ هي فهمتك كده؟ فهمتك انه هيتجوز عليكي عشان كده خدتك في مكان زي ده؟ انا قلتلك كده علشان مصلحتك مش عشان تروحي مكان زي ده. قلتلك كده علشان تخلفي حته عيل يشيل اسمه، وإذا كان الزار بيجيب فايدة كنت جبتلك الزار لغاية هنا، مش عشان تخرجي بره وتلطينا وإحنا لسه بنقول يا هادي في أكل عيشنا. خمدي دلوقتي، ولما يجي جوز التانية أنا ليا كلام معاه. افتحي الباب. مشاكل كتير. وليه بقى الجو الغامق ده؟ ده انا حتى قلت اجي افتح معاكي سكه جديده. ما تاخذنيش يا مزه، اصلا انا عارف ان انا سابق عندك، عشان كده لو كنت اخترت اي سكه ما كنتش هتفتحي لي باب. انا المره اللي فاتت ما قلتش لخميس. ولا هتقولي المره دي كمان. انت عايز مني يا براء؟ قولنا جايين نفتح صفحة جديدة. اقعدي يا بت، اقعدي. ما تاخذنيش يا رمانة معلش، اصل انا لما بشرب الهباب ده ما بشوفش قدامي، بتعمي، بضبش زي ما بيقولوا. بص يا براء، انا سكتك ماليش فيها، سيبني في حالي. اشمعنى قفشة في دي الخميس؟ خميس؟ ايوه خميس، افندينا. حلوة السكة بتاعته؟ عجباك يا هاوي؟ يكون في علمك، افندينا خلاص راح، زمن ولا اللي جاي بتاع براءة، براءة النوح، قبض الروح. بس أنا جايلك النهاردة عشان أفتح معاكي سكة جديدة. هحط إيدي في إيدك يا رمانة وهفتح لك طاقة القدر اللي لو طلتي منها هتشمي هوا الدنيا كله. أما بقى لو سدتيها في وشي هتعيشي عمرك كله في أوضة ضلمة معفنة لغاية ما تفتصي وريحتك تطلع. انجز يا براء، هات من الاخر، انت عايز ايه؟ اهو كده الكلام يا حلاوه. شوف يا بنت الناس، في مصلحه بينا هنقسمها مع بعضينا. انت هتجيبي لي اخبار خميس اول باول، وانا هديكي 10 أضعاف اللي بتاخدي من شغلك من غير ما ايد تلمسك ولا عين تعريكي. شفتي بقى براءة؟ براءة ازاي؟ انت بتحلم يا براءة، مش هيحصل. قشطة، نكملها أحلام لغاية ما تقلب عليك الكوابيس. حلو، انت عايز ايه بس؟ أنا معرفش أيتها حاجة. عارفة كتير وهتعرفي اللي أكتر. طب
طب ما انت دلوقتي كبير السوق، عايز ايه تاني؟ انا هستناكي تيجي تبخلي البقين اللي انا عايزهم منك، وعلى قد اللي هتقوليه هتاخدي اللي تستاهليه. على فكرة براء بيعرض العرض مرة واحدة بس، مرة واحدة، والعرض التاني بنقفل، بنشطب الأوكازيون وبيظهر وش تاني البراءة. أنا بقى مش عايزك تشوفيه. سلام يا مزة. ما انت شايفة والله يا أبلة، جرجروني غصب. الله يخرب بيتك، يخرب بيتك يا بيزة. ايه ده يا أبلة؟ يكونوا رجعوا تاني؟ اوعي تفتح. براء ابن النوح كان بيعمل ايه هنا؟ جرى ايه يا خميس؟ انت بتشك فيا على اخر الزمن؟ وانت بتعملي معايا انا كده؟ اسمعني بس يا خميس. سامي الطاسه المقفوله دي بتاعت مين؟ بتاعت مين دي؟ اهدى يا خميس وانا هفهمك على كل حاجه. هي تتخبي فيها على حسابك على كل حاجه. انت فاكراني ايه يا بنت؟ انا خميس افندينا، مش انا اللي اتضحك عليا. رجاله مش شنبات اتدفنوا في مكانهم قبل ما يفكروا يعملوها. يا خميس ارحمني، انت بتعمل فيا كده ليه؟ اكيد حد من الاوساخ لعب في دماغك وفهمك حاجه. انا والله والمصحف ما عملت حاجه. والعمروتي واللي بينكوا ده كان ايه؟ العمروتي الزباله ولاد الكلب بيوقعوا بينا. الزباله ولاد الكلب. انت بنت فاكراني عيل برياله؟ مش انا اللي على اخر الزمن حريمي يطلطوا اللقطه دي، ولا واحده زيك انت تضحك عليا. انت لو كنت اتجوزتني ولبتني في بيت ما كانش ده بقى حالي، انما انت سبتني غرقانه في وحل البرك ما فكرتش تشيلي منه. جاي دلوقتي تلوم عليا انا؟ ما تلومش عليا، لوم على نفسك انت. مش عايز اشوف وشي ولو صدفه. يا معلم احنا اتفقنا وخلصنا، ليه نعيده ونرجع لعنب ديبه؟ عشان ما ينفعش اخد حصتي اقل من غيري يا معلم. سبق واتكلمنا وقلت لك ده حكم السوق، خصوصا بعد اللي عملوه رجالتك والخساره اللي لبسناها كلنا. اسمع يا معلم، انا سمعتك وطوعتك ورحت واتجصت وفتشت بامانه، لقيت ان كل ده في شنك وان رجالتي بره الليله دي كلها. امال مين اللي عملها يا معلم؟ اسأل المعلم الصغير هو يقول لك. الله، ايه نويت تلبسها لبراء ابني؟ حاشا لله يا معلم، انا عارف زين ان المعلم براء يده نظيفه وملوش بالشغل العوج ده، بس الحكايه ليها ديول كتيره يا معلم بتلعب من وراها. فسر يا معلم. شويه عيال ملموم عليهم ومقضيها معاهم، والعيال دي بتنتهز الفرصه وبيلعبوا اللعبه وهو مش داري بيها. مين العيال دول؟ كلهم كده. لا بس دي خبطي وحلاوتك. ايه ده؟ شو؟
خضتيني. معلش، هو ايه النظام؟ انت كل يوم هتدخل عليا بتتطوح؟ خلاص بقى هو ده تمامك؟ شو بقول لك ايه، انا جاي الليله دي ومزاجي فوق في السما ومش طالبه اي عكنان اعمل معروف. اعمل معروف فوق، الدنيا عماله تلف من حواليك وانت نايم على ودانك مش حاسس بحاجه، الكل عمال يكوش ويحوط على الركنه بتاعته وانت نايم لي في العسل فوق، بدل ما تلاقي نفسك صبي من صبيان المعلم. يا معلم يا بيت، لا ده انا المعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله وحافظ المعلم. المعلم من غير دراع فضحته بتتذاع. يا معلم يا شو، ما تلم التعابين وتخلي لها تعدي على خير. انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزك تشوف شغلك، عايزك تفوق لنفسك، بتضيع وهتضيعنا كلنا معاك. ضاوية عايزه تكوش على كل حاجه وانت مش فاهم، عايزه تنطرك من اللعبه. فوق يا ابو سنه، السكه دي سكه تسليم النمر وانت مش ناقص. وبعدين بقى شو، احنا مش قلنا مالكيش صالح بشغلنا؟ وماله يا اخويا، بس ليا صالح برجلي، وانا ليا طلبات، وانت لا مؤاخذه مش مكفيها. جر الشر يا بنت عم عوره، انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزك تسمعني كويس قوي، لاني خلاص مش هستحمل بعد كده، واي حد هيدوس لي على طرف هاكله باسناني. ان شاء الله حتى اصور لكم قتيل في البيت ده. يما ريا، ايه هالفتره اللي بتهلفطيها دي؟ ورحمه امي، لو فضلت ماشيلي على الحال ده لححيت جوه الفش ومتعرفليش طريق جر. تاني يا شو، تاني ما قلنا بلاش الاسطوانه الزفت دي. لا لسه، واللي ظهره قفش يا اخويا ما يشيلش، وما يجي يشيل يشيل على قده. فهمت ولا فسر اكتر؟ تعال. والنبي انا ما مصدقه سي خميس يعمل معاكي كل ده ازاي. سيبيني لوحدي يا بيسا. اسيبك؟ اسيبك ازاي وانت محتاجه؟ بقول لك سيبيه. حاضر عيني، هسيبك، انا قاعده بره، احتجتش اي حاجه او اي حاجه تعوزيها انا بره، اندهيني بس. وجع الجدة مقدور عليه يا بيسا، انما وجع القلب ده اللي ما يقدر عليه حد. يا خساره يا خميس، يا خسارة كل حاجة حلوة بينا، يا خسارة يا فندينا، يا خسارة. الله عليك، يا واد يا جامد ده، أهو كده أنت تمام التمام. لو النبي يا معلم، ده أنا دماغي لفت بقت عاملة زي النحلة، كل ده من نفسين مش قادرة. يا بنت افهمي، الدماغ دي هي أصل البني آدم، وهي اللي بتفرقه عن بقية المخلوقات. الواحد من غير مزاج حيوان، زي الواد براء ابني بالظبط. بس انت شديت معاه قوي يا معلم. واد غف، هيبوظ لنا الشغل كله. مش كفايه بضاعه والوفات ياما راحت علينا بعد ما حتى اطبخ فيها شهور؟ جاء فانتينا هياكلها على الجاهز، وكل ده من تحت راسه هو. ازاي يا معلم؟ اقول لك ازاي، بس خدي شدي،
حاكم حلاوتي الشد ايه؟ هات وخد، هات وخد، خدي. لو النبي يا معلم، خلاص دماغي بقت في التراوة، خلي يبقى عندي شوية نفس اوصل بيهم الأوضة، ولا امشي اتكعبل على بوزي واداس بالرجلين. بس قولي والنبي يا معلم احكي لي، اصلا بحب اسمع الحكاوي قوي. بتحبي الحكايات؟ قوي. حس كده بقى شهريار هيحكي وشهرزاد تطقطق لي الاذن الوسطى. اهو اهو. احبك حافيه. وشك زي البدر المنور وعينك ما فيهاش اللون الاحمر ده. وانتي؟ كنت حاسه اني طايره في سبع سما. والله العظيم انت زي العسل. انما كبرتي بسرعه قوي يا فوطه. العمر مش بالايام اللي بتعدي علينا ولا بالسنين اللي بنعدها. العمر بالحاجات اللي بتعلم فينا والناس اللي بنحسها. عالم حلو برضه، حلو حلو، يخلي الواحد يقول ولا موزونة كده، مش زينا بقى نقعد نطجن ونجيب كلمة غيرة. عشان كده أنا عايزك تكملي علام، كملي علام وتبقي الأولانية. طمنيني، عامل إيه دلوقتي؟ طمني أنت عليك، وقولي إيه اللي جابك في ساعة زي دي؟ لقيت نفسي مخنوق وبرضه قلت اجي اطمن عليكي. انت كويس؟ انا تمام تمام. ورا أنا عايزك. خير يا معلم؟ اقعد، عايزك في حوار كده. حوار؟ اقعد يا ابني. ادينا قعدنا يا حاج، قول. المصيبه ان انا بقول كتير بس انت ما بتسمعش، وعارف انت ناوي توصلني لحد فين. لا مؤاخذه حاج، يعني كلامك مش واضح، ما تفهمني تقصد ايه من ورا الكلام ده. انت تعرف عيلين من الابجيه، واحد اسمه فتحي فلكان والتاني اسمه صلاح كفريه. فتحي وصلاح، يا حاج ساعات بيقعدوا معانا يعني لما بنبقى سهرانين، بس مش دايما، زمايل قاعده يعني. طب ليه؟ الله، ليه؟ من امتى يا ابني بتقعد مع عيال بالصنف ده؟ ما انت هايص، مقضيها كباريهات ونسوان وانا معديها، يبقى لازمته ايه الكيف الرخيص ده؟ طبعا انت بقى في القعده
بترش بضاعة عشان تسمع ده يقول لك يا معلم وده يعظم لك، مش كده صح؟ مش على حاجة يعني يا حاج، بس الحكاية وما فيها ان ما تفسر كلامك يا حاج، انت عايز تقول ايه؟ العيال دول بيشتغلوك يا براء، بيقلبوا عيشهم من وراك، بيضربونا في السوق. اديني فسرت يا معلم براء، رد عليا انت بقى وفسر. ما تعاندش معايا وحاول تاخده على قد عقل. عقل مين؟ وانا بقى فيا عقل؟ انا مش قادر افهم ايه المشكله يعني لما باصي مصلحه لواحد صاحبي. ها ايه المشكله يعني؟ مصلحه مش هتاثر معانا. ايه الدنيا خربت؟ ابوك اليومين دول مش في وعي، في اللي واكل نفوخه ومخليه مش دريان بالدنيا. قصدك مين؟ قصدي اللي بتطلع اوضته كل ليله عشان تعمل له مساج و وايه؟ اوعى يا بنت مطره تكوني عارفه حاجه انا ما اعرفهاش. ما اعرفش بقى يا اخويا، ابوك عندك، روح اساله. كون قصدك البيت سوريا؟ هو في حد غيرها في البيت هنا؟ لا 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 لا، انت كده مخك راح لبعيد. مخي ايه اللي راح لبعيد؟ بقولك البيت واكله نفوخه يا بنت. لا انا ابويا اخره يتسلى يعني، اكنه بيأذى شويه لب وخلاص، لكن يدي سره وسلم نفسه كده لوحده ده صعب. انتوا متعرفوش ابويا. انا عارفه البت دي كويس قوي وفاهمه حركاتها، البت دي مش سهل. اتفضل يا حاج. صباح الفل يا حاجه. صباح الهنا يا حبيبي، اقعد انا عايزاك. انا تحت الامر والطاعه، وملك ايديك يا كبير. يا واد بطل باكش بقى واسمعني، القرشين اللي لميناهم مع البضاعه اللي هتستلمها مع اللي هيطلع من عمليه النوح يخلونا نقف على رجلينا ونرجع السوق من تاني. عايزين نروح بيتنا بقى يا خميس، عايز اموت في فرشتي. العمر الطويل ليك يا حاجه، ما تقوليش الكلام ده، انا عامل ترتيبي على كده ومقضيه مقضيه ان شاء الله. قلقانة على خالك يا خميس، وخايفه لا يكون كبر وعظمه طري. انت عارفه الخرم اللي في نفوخه اللي منغص عليه عيشته؟ شو الزفته، انا مش فاهم انت ازاي وافقتي على الجوازه دي. اوه بس ولا يهمك، هنخلص من العمليه دي وبعدين نخلص منها هي. ربنا ما يحرمني منك يا غالي. ولا من قلبك الحليب يا حليب، ولو عايز اخلص لك من الخيل كمان اخلص لك من الخيل. يا ولا مش هي دي. لا هي دي. لا هي دي. بسكوته بورورو 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 بورورو. بالله لا وش يبقى عسل. تعيش يا حبيبي. يا زوز حاضر يا حاضر. وتفتكر البت سوريا دي هتنجح في المهمه اللي احنا مكلفينها بيها؟ ايه اللي هتنجح؟ دي بت شطانه بتلعب بالبيضه والحجر. هي اي نعم رغايه حبتين وطلعت عيني لحد ما عرفت اجندها، بس اكيد هتجيب دغ الراجل وتخليه يتكلم. المهم بالنسبه لنا دلوقتي اخبار افندينا. افندينا مقضيها سهر وكباريهات وغرز، واللي مستغرب له لحد دلوقتي ما حطش رجله في حاجه. ده مش معناه يا علي ان افندينا هيبطل شغل، بالعكس افندينا اكيد دلوقتي بيحضر لعمليه تقيله قوي. ازاي افندينا علي ما يعرفش يقعد من غير شغل الفتره دي كلها؟ ادخل. تمام علي الباشا. ايه في واحده بره يا فندم عايز تقابل سعادتك. واحده مين؟ لا تدخل. تحت امرك يا فندم، اتفضلي. صباح الفل يا باشا. شكل المزاج رايق على الاخر. ايه اللي بيخليك تقول كده يا معلم؟ ما هو الجواب باين من عنوانه. اللي قول يا معلم، لو انت صحي ناوي تجوز براءة
مين اللي قالك الكلام ده؟ مش محتاجة أولى يا معلم، ما هي الفولة باينة زي الشمس. إهباطي إهباطي، لا في جوازة ولا جنازة. طب أمان عليك بقى يا معلم، لو كنت حقيقي ناوي يتجوزوا اعتقوني بقى لوجه الله وسيبوني في حالي. ما بلاش عاوة وهالفطة فرغة. بقولك ايه يا معلم، تكونش خايف مني؟ فاكرني يعني زي القطط اللي بتاكل وتنكر، ولا زي البغبغان اللي يعرفوا يقولوا ويرددوا؟ لهجتك بقالها مدة مش عجباني يا مطر. من اللي شفته يا معلم. ايه اللي شفتيه يا مرات ابني؟ ايه اللي شفتيه؟ ده انت عايشة في نعيم عمر ابوكي ما يحلم يعدي قدام بابه، وبتنام على حرير ومش قادرة تقيمي دراعك من تقل الذهب اللي هو شايله. عاوزة تشوفي ايه تاني يا اختي؟ عيب الكلام ده يا معلم، انا طول عمري بنت عز وبنت اصول. وما تنساش بقى ان انا مرات المرحوم الغالي اللي راح، وان جوازتي من براءة كانت غلطة بدفع تمنها كل ليلة انا وهو وشنا في وش بعض. يا ريت تفردي وشك زي ما كنت نازلة كده، يا ريت. ولا اقولك اتعلمي لك راسة حبتين دلع كده، فك شوية فك يا بنت. صدقيني لو فكيتي هترتاحي وتراحي جوزك معاكي. ما انت عارف اني ماليش فيه. ما دي المصيبة يا اختي. تهت ولقيناها، انا انده للبت سوريا اخليها تعلمني هزتين من اللي بتعملهم وهي بتحط لك فنجان القهوة المحمص. اسيبك بقى للاستباحة بتاعتك. دام الحكاية وصلت لسوريا ما تنسيش خليها تعلمك ازاي بتهاوى على الحجر. ممكن اعرف يا ابو سنه لحد امتى هتفضل سايب المره اللي انت بليتنا بيها دي طايحه يمين وشمال، وفي الاخر تاخد كرامه وتروح عند حنتومه من ورايا؟ حنتومه؟ وايه اللي ودى كرامه عند حنتومه هناك؟ انت بتسالني يا ابو سنه؟ خلاص يا حاجه انا هتصرف. هتصرف؟ هتعمل ايه يعني؟ عليا النعمه البت دي واكله دماغك وهتغمس بالربع اللي فاضل. مالوش لازمه الكلام ده. طيب يا حاجه، افرض حد قاطرها وهي واخده كرامه ورايحه بيت زي ده، وجايز نتشم وبدل ما نقيم دماغنا ناخد طعنه في الظهر. مش انا يا معلم اللي هتقولك الخطر مفندق شبابيكو قد ايه، ولا زن المحروسه على ودانك نساك عرفنا؟ ما نسيتش حاجه ولا حاجه، ده انا لسه ضاربها علقه موت دلوقتي. وهتكسر ضلوعها ورمتها تحت رجليك وشدتها من شعرها. عليا انا الكلام ده يا ابو سنه، وتهرب منك وتقعد تعيط وتولول زي الحريم، ونبض رجالتنا علشان يرجعوها زي كل مره. يا حاجه ما انا قلت لك. بس ما عندناش وقت للكلام ده، الشغل اللي جاي هو الاهم. لم مراتك وخلينا نفوق لشغلنا. عرفت انا مصدره خميس ليه؟ عشان راجل ملوش ملكه، قلبه تحت رجليه مش بيرفرف بين ضلوعه زي جماعة. هكا جمال يا رب. يوما ما قلبي لما اخذه يعني يحمي راسي امزعه بايدي وارفصه برجلي. امال الموال ده جاب اخره يا باشا، والمولد ده الفضة يا باشا، وخلص اتعمل تحورني وتدورني الجو. خير اتكلم في الشغل احسن. شوف يا خميس، انا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، انت من القليلين جدا اللي دخلوا دماغي، وانا شايف فيك بكره بتاع البلد دي. يا باشا انت شرف لينا، اتمنى نخدم بلدنا. وانا يعني بعمل ايه؟ ايه همي يعني؟ قعد المزاج ولاد بلدي، اظبط دماغهم عشان يشتغلوا صح ويدوروا عجله انتاج مظبوطه. عندك حق يا خميس، ده معناه ان هيبقى فيه راحه بال. طبعا يبقى بالي يبقى مرتاح، الدماغ يبقى مظبوط. لو الدماغ مظبوط المزاج هيبقى موزون، ولو المزاج موزون الشغل كمان هيطلع موزون. وعد الله وعد الله، انت بتتكلم زي الحاجه بالظبط.
اه والله زي الحكه. لا مش زيها زيها يعني. لا انت برضه انت لا يعني لا زيها. وانا حلو كده يا خميس. انت زي العسل يا باشا. دي امي يا باشا. انت مش عادي يعني. قول لي يا عم. انت عم السوق كله يا باشا. الخلاصه ان المصلحه يا انا خلصتها وكملت على اللي عمله ولاد النور. مع اني والله مش حابب. المهم تبقى حابب يا خميس. المهم تخلص اللي بتعمله. خلي الحب ده لبعدين لحاجه انا عايشها لك. مش فاهم. ايه رايك في فريده بنتي؟ حته. هانم. حته هانم. نوح طلبها لابنه، ايه رايك؟ نوح طلبها لمين؟ براه. ده عيل عفش ورمه ومالوش في عادات الكبار ولا كلام الكبار. هو يعرف يقعد قعده زي القعده دي؟ انا رايي كده. لا 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 لا. شوف بقى يا خميس، الواد براه ده رغم انه شغال معانا انما تحس انه براني مش اصلي. واحنا صعايده ما نديش بناتنا لحد بره ابدا. وانا لو حبيت ازرع شجره لبنتي أزرع لها شجرة جدرها واصل لسابع أرض. جدر أصلي. فهمت يا أصلي؟ المايه دي ساعة طول الوقت وأنا معرفش. أنا كده عملت معاك الصح يا باشا. يعني الحوار ده انا ماليش فيه وسيرتي ما تتجابش. حلمك علينا شويه بس يا سوريا، ما تبقيش كابسه علينا قوي كده. معلش يا باشا، انا ركبي بتخبط في بعضيها. الناس دي لو عرفت ما ترحمش، ممكن تذبحني. يا بنت لمي نفسك وكلمي عدل مع الباشا. معلش يا باشا، فك الكيس انتوا الاول. انت ايه، بلعت فلوس ما بتشبعيش؟ بص يا سوريا، المعلومات اللي انت بتقوليها دي لو طلعت صح ليكي عندي مكافاه ما تحلميش بيها. دي بضاعه بمئات الالوف يا باشا، يعني يا ريت ينوبنا من الحب جانب. واكيد انا مش اغنى من الحكومه. انت واثقه من المعلومه دي ولا؟ عيب يا باشا، سوريا ما تقول كلام بيبقى هو التمام. وانا بت ب 100 راجل وانا جايبه لك الاوكي. المهم المكافاه دي قد ايه يا بت؟ لمي نفسك. استنى بس شويه يا باشا وانا هشوفك. خليني تشوفي مين يا بت. عاجبك كده يا باشا؟ دي تبقى ليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلية بابنك ولا ايه يما؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازة زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك. ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازة زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا يما، وإن كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمصيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لينا بس انت اللي مغفلاها قوي. دي سكه مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصه اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمه على وداني ولا عاجزه بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجه ملوش لزوم الكلام ده. بس يلزمنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بنت زي دي ويتجوزها. واذا كانت لازماك قوي ارمي لها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزياده بقى يما. بزيادتك انت، انت اللي لازم لك جفله. خلاص الجفله بقت بضبه مفتاح والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر. الله. هي دي الخطة يا فندم. لازم تتأكد من المعلومات اللي جات لك كويس قوي يا أسر. هو ده اللي حصل بالظبط يا فندم، وأجري البحث والتحري. بس عنصر السرعة هو اللي هيحقق لنا المفاجأة، ده اللي احنا محتاجينه يا فندم. مظبوط يا فندم.
الخطه اللي انت عاملها مش بطاله يا اسا. يعني نبدا يا فندم؟ اذن النيابه جاهز، ربنا معاك. تمام يا فندم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم صدق الله العظيم. مساك الخير يا فندينا. ايه؟ بتقول ايه؟ انت مين قالك الكلام ده؟ اوعى لك كل الكلام ده تهييس. جدع يالا. طب سكة انت دلوقتي. هحللك بوقك يالا. اهو كده الكلام يحلو. كلام ايه ده اللي هيحلو يا براء؟ هتفرحي قريب قوي 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 يا بطل. هفرح بايه؟ هو انت ناوي على ايه؟ بقولك ايه؟ سيبك بقى وفكك من ام شريط السبب ده. ما تريحني بقى وتقولي بتعلقني ليه؟ يا بنت ريحي انت شويه، هقولك بعدين. طب ما تقولي دلوقتي، تقولي بعدين ليه؟ بقولك ايه؟ سكه انت عشان انا عايز ابويا دلوقتي. ما تقولي بقى وتريحني. علي. ابن الميت لحربته. مشكورة سعادة البيه. يلا يا رجال بعد اذنك يا بيه، بعد اذنك يا بيه. لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا ينجيك يا ابني انت واللي معاك ويمنع عنك كل عين رضية. تصليها في الحرم يا حجة ان شاء الله. لابسة كده ومتأنتكة ورايحة على فين؟ رايحة لأم طارق جارت أم الله يرحمها، أصلها بعافية شوية، وبعدين انتي عارفه انها ملهاش غيري، فقلت اروح لازم اطمن عليها. اه وانت ما يفوتكيش واجب ابدا. ربايه ايدك يا حاجه. ماشي يا شوق، روحي بس ما تعوقيش. لا ازاي، قبل صلاه العشاء هكون هنا ونصليه جماعه ان شاء الله. شوق. نعم. من هنا لهناك على طول. من عينيا يا حاجه. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زد إيمانك يا حجة. أيوة معلم أبو سنة. أيوة كل تمام، البضاعة تمام وهنتحرك دلوقتي. قول لي يا غالي أخبار أفندينا إيه؟ طبعا الحمد لله. اكده يبقى ضحكنا على الحكومة والبركة في المعلم النوح. مع السلامة يا غالي. البضاعة تمام والفلوس في أمان يا معلم. كده احنا حبايب. ربنا يديم المعروف بإذن الله.
عشان اخد بخاطر اخواننا البعد. طول عمركم اصحاب الاصول يا معلم. بني ادم مننا ايه غير بني ادم لمؤاخذه يعمل عمل طيب لمؤاخذه في الدنيا دي اللي ملهاش امان. بس الحكومه تفهم. سلام عليكم يا معلم. المعلم ابو سنه طمني افندينا بخير والحمد لله. يلا بينا. يلا الهم يا رجال. يا راجل ماشي 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 على عيني. ألف سلامة. ما تضحكنا معاك يا معلم ولا احنا يعني مالناش نايف في الفرح ده. انت بنت ليكي اكبر نايف. يا سلام. ده انت مزاجك عالي قوي بلك رايق على الاخر. حكيم انا اصلي أموت في اللعب المتغطي للهوى والمكشوف للعين وصاحبه نايم في بلاص العسل مش دريان بالدبان اللي بيعشش حواليه. فزورة دي ولا إيه يا معلم؟ آه فزورة من كلمتين. اللي تعرف ديته اقتله. وعلى فكرة يا بنت أحسن لعبة تلعبيها مع الحكومة ومع اللي مشغلاه الحكومة ومع اللي واقف قصادك في السوق. مالك يا بنت؟ مالك؟ كلمت كده ليه؟ أنا؟ آه مفيش حاجة يا معلم، مفيش حاجة. ما كنتش أعرف إن الدهن في العتاق كده يا معلمة. صلى على النبي عليك وعلى دماغك العالية قوي. الله أكبر عليك وعلى أبوك، الحاجات دي بتتنظر بسرعة. ايه يا بنت مالك اتطفيتي كده والحجر الطافة فيك؟ نزوده يا معلم. عرقك يا جديد ونصيحة من اخ محافظ لاخته المحافظة. كل ما تعرقي اكتر كل ما الاساتك هتنزل على وسطك اكتر. عشتي يا كبير. هو ده الكلام. النصيحه التانية، عايزك تولعي الصاله الليله. عايز الزبون يجي يدور عليك بخرم ابره وزي ما مليتي دماغ الباشا خلي للصاله مكان في قلبك لانها اصل النعم واصل لقمه العيش. وشعارنا هو الاخلاص والتفاني يجيبوا الزبون من تاني. وانا بقى لا خدي دول فتح شاهين
كنت حاسه بكابوس؟ الزهر قلب معاكي بكابوس؟ طب كنت خايفه من ايه؟ كنت شايفه ايه يا حبيبتي؟ ابوكي الله يرحمه. ايه لازمه الرغي ده دلوقتي؟ مش شايفه انها تعبانه؟ تصدقي يا حاجه لسه لغايه دلوقتي موضوع ابوها الله يرحمه انا قلت مش عايز اسمع السيره دي تاني. هي يا حاجه اللي يلا اتفضلي دلوقتي. حاضر يا حاجه. حاضر. احنا مش قلنا تنسي حكايه موت ابوكي دي خالص؟ مش كفايه اللي جالك من تحت راسها؟ عايزه ايه تاني يروح منك جنب صوتك؟ كتمي على الموضوع ده خالص، لازم تنسيه ده اذا كنت عايزه تخف بصحيح. قلتيلي هاتيلي حاجه من قطرها جبتها لك بشحمها ولحمها. قوليلي بقى هتعملي ايه وهي هتقعد معانا لحد امتى؟ عشان انا زهقت منك ومنها ومني ومن ايامنا السودا اللي هنقضيها مع بعض يا حنطومه. بالراحه لا يجرالك حاجه، انت لسه في عيد شبابي. ما هو انت يا حنطومة اللي معصباني وعمالة ترميني في بخور، هرتيني بخور وتقوليني في كلام مش فاهمة منه ولا حاجة. يا حنطومة أنا عايزة المفيد. ده هي خلصانة على الآخر ومفيش منها خوف. اسكتي، ده أنا أول ما وقعت قلبي وقع في ركبي، خفت أحسن تكون حامل وتبقى ساعتها عقدتنا بشنيطة. بس يلا الحمد لله طلعت فاضية في شنك. ست شوق، أنت رايدة إيه بالظبط؟ فاهميني. أنت يا وليه هتشليني؟ اقول لك طرت وقولي لي احلبوه. بقول لك عايزه الراجل، عايزاه ياخدني من ايدي، ياخدني من ايدي ونهلك نروح في اي حته ان شاء الله اخر الدنيا. بقول لك ايه، الحجاب ده هيخليه ما يطقش فرشته ليله واحده، وبعديها هيجر نعم على طول ويتمنى نظره رضا وقلب مخروط شوق. يا ست شوق يسمع منك يا حنطومه يا رب. بيت يا سوريا، انت يا بيت. ست مطر، ايه اللي معادك يا بيت هنا؟ ابدا، انا قلت يعني اريح شويه. وما ريحتيش في اوضتك ليه؟ يعني قلت اشم شويه هوا. انت يا بيت مش على بعضك ليه؟ انا ابدا والله، ما انا زي الفل اهو يا ست مطر. بقولك ايه، ما سمعتيش النهارده المعلم نوح بيتكلم مع براء في اي حاجه؟ لو النبي ما سمعت حاجة يا ست مطر. اصل جاله تليفون كده وقام اتنفض وكان فرحان، مش عارفة حاسة كده ان الفار بيلعب في عبي. يكونوش يا بت هيعملوا معايا الدنيئة. طب معرفتيش التليفون ده اصله ايه؟ طب وكان لازمته ايه بقى الحوار ده كله لما انت ناوي تلمها في الاخر؟ ده شغل عتاق يا حمار. ما انا كنت فاهم كده يا معلم، بس لما الموضوع يطلع على فشوش يبقى الحكايه فيها انه مش لازم الضربه نسيب، كفايه قوي انها تدوش. منها الحكومه تنتبه له وتحل عند سمان احنا، ومنها هو يبقى مطمن لنا قبل ما يخطب رجله في الملعب. انت بتثبتني؟ بتثبتني انا يا معلم؟ بقى انا اقول لك مش هخليه يهوبها وانت تجيب ورا عشان تفتح له سكه؟ وليه ياد ما تقولش ان انا بحفر له قبره؟ ما انا قلت لك سيبنا جيب لك عجله. ما انت حاولت مره واتنين وانا قبلك. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده قط بسبع ارواح، هو قام منها واحنا خسرنا نص المصلحه. طب ما ترسينا على اللي في دماغك، ولا انت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ شايل منك ياد؟ ده انت ابني حبيبي، أنا نفسي تبقى كبير الناس دي كلها، وكمان نفسي ومنى عيني تبطل غشم ولعب ناشف وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي أبوك. طب ما ترسيني يابا على الخطة وريحني. مع إنك ساعات بتبقى حمار قوي، إنما برضه ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني، واقول انك بغشمك ده راسم الخطه معايا. قصدك ايه؟ رمانه. الله،
ولا الحوار ده وصل لك يا سيدي المزاج؟ مش مهم وصل لي ازاي، المهم انه عجبني. اهو كده يا ابني، اهو كده. مش تقول لي ضرب بالحزام وعلامه في الوش. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا يا ابني والعياذ بالله مش الحكومه عشان نعمل الكلام ده. لا لا لا، انت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف، وشويه شويه تجيبها على اسنانها في صفنا، ساعتها تبقى انت ابن ابوك بصحيح. يعني ايه؟ يعني انا عرفت اجيب جول؟ يا ريتك تعرف تكرره تاني. وحط ايدك بقى في ايدي واحنا نحذف افندينا بره الملعب في غمضه عين. بس ده ما كانش يقولك زمان، طول الوقت عمال تقول لي بلاش نعمل مشاكل، بلاش عشان العمروتي باشا. وبرضه هقول لك كده، عارف ليه؟ عشان انت خفيف ومتعور في الوش. انا يعني لما بعوز اعور، اعور في لا مؤاخذه حته من الدرية وخلاص. ها؟ فهمت؟ فهمت. فهمت يا سيدي المعلمين. النوح المرة دي فكر صح، إنما لعبها بغشم برضو زي عوايده. كان فاكرني هبل قطاع. أنت مش بتقول إن هو اللي بلغك بالكبسة؟ هو كان مين اللي بلغ البوليس عشان يعمل كبسة؟ هو قال لك إن واحد لعب بديله. الإخبارية في المرتين من النوح يا خال. طب النوح يعمل كده ليه؟ عايز يكسب بنت عند العمروتي. علشان كده يلزمنا الزيارة للعمروتي. كده انت فندينا بصحيح. انتوا ناويين على ايه بالظبط؟ منور يا خال. طلبنا منك الدقة في التحريات،
وانت اتكلمت بثقة اللي هيروح يجيب خميس وابو سنة بالبضاعة والفلوس، واللي حصل انك حملت الوزارة عملية تقيلة على الفاضي، واحنا ياما حذرناك من اندفاعك ورا مصادر غير موثوق فيها. حتى لو كنت واثق فيها لازم تتأكد ويكون عندك اكتر من مصدر. للأسف يا آسف العملية دي هتحط نقطة سودة في ملفك، وعلشان انا عارف اخلاصك وحماسك في العمل انا هكتفي بلفت نظر. ان شاء الله تعوضها. ان شاء الله يا فندم. تمام يا فندم. هو انت يا بنت كل يوم والتاني هتخترعي لي حجه تخرجي بيها؟ تكونيش فاكره نفسك انا في عزبه ابوكي. والنبي يا ست مطر ربنا يخليكي خليني اروح ازور عمتي دي تعبانه قوي والنعمه ما هتاخر. نعمه لما ترفصك. امشي يا بنت روحي شوفي شغلك يا بنت. هو انا ناقصاكي كفايه اللي فيا؟ يا ستي والله ما هتاخر. بنت عارفه لو ما مشيتيش من وشي هخبطك بضيف نفاخك. طب استهدي بس بالله انت قلبك طيب ما بيجيش على حد. الهي وانت جاي ربنا ما يرقد لك جدا قادر يا كريم. الهي انت برايا. خلاص يا بنت خلاص انت هتشحطي يا بنت. طب قولي لي روحي وانا مش هتاخر. طب افرضي خلقتك دي اهو. بقول لك ايه؟ نعم. سالتيلي على الولايه اللي قلت لك عليها؟ وليه ولايه مين؟ الولايه يا اختي بتاعت الاعمال. مالها؟ عرفتي يعني اسمها ايه؟ ساكنه فين؟ والنبي سالت يا ست مطر بس ما عرفتش اوصل لها الصراحه يعني. طب اسمعي يا بت، هو انت بتفهمي يعني في الحاجات دي؟ امال ايه؟ انا بفهم مين اللي بتشتغل الناس من اللي سرها باته. طب بقول لك ايه؟ انا عرفت واحده كده يعني وعاوزاكي تيجي معايا. طب بصي لو خليتيني اخرج دلوقتي انا هروح معاكي وقت ما انتي تعوزي، ايه رايك؟ ماشي يلا غوري. بالاذن. والله يا حاجه صحانه من صباحيه ربنا عشان نلف السوق ونشتري هدوم وحلويات وعصير وناخد الحاجات دي كلها ونوديها عند فوتنا في المستشفى. شكله كده يا حاجه مهتم بيها زياده حبتين. دفع لهم فلوس؟ ها؟ زوز. هو يا حاجه اول ما دخل خرجنا بره وقعد معاهم. انت هتستعبط؟ انا ما احبش كده، اتقوا شري. بصراحه يا حاجه احنا بنجري نقول لك اخبار افندينا عشان حضرتك قلت لنا ده في مصلحته عشان لسه خارج للدنيا. وبصراحه كده يا حاجه احنا بنعمل الحكايه دي يعني واحنا متقدرين قوي. وانا بصراحه بحب افندينا قوي قوي قوي. تفتكر يا حمار انت وهو هتحبوا ابني اكتر مني؟ الحاجه بتقول لك يا حمار. ولا مش انا قلت كده يالا؟ هو انت قلت حاجه؟ هو انت اساسا حكيت للحاجه حكايه الفلوس اللي دفعها في المستشفى؟ هو دفع فلوس المستشفى؟ واحنا يا حاجه ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص. لا ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص. مش بقول لكم بتستعبطوا؟ وسيع علينا يا حاجه سوء علينا. ها ودفع ايه كمان؟ ابدا يا حاجه يعني مبلغ صغير كده تحت الحساب. هو كان موصي حسابات المستشفى ان ما ياخدوش منهم ولا مليم ولما تخرج يكلموه يروح يحاسبهم. وبعدين بقى بيدفع لها فلوس مدرستها وقلنا مساعده، لكن يجيب حلويات ويروح لها كل شوية ده اللي ما يتسكتش عليه. ايه يا فندينا ما ترسلك على بر وتريحني. اكيد ليهم عيون بينا. الحقني يا باشا. انتي ده انت جيتي لقضاكي بتضحكي علينا يا بت؟ علي ما ينفعش كده، مش عاوزين حد يحس بينا. والمصحف يا باشا ما خبيت عليكوا حاجه يا باشا. وحيد المصحف بتضللينا يا بت، بتدينا معلومات غلط. انا قلت كل اللي سمعته وعملت كل اللي طلبتوه مني، اكتر من كده ما عنديش الصراحه يعني. امال انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ خفت يا باشا الفور بيلعب في عبي. انا اول ما عرفت اخلع خدت ديني في سناني وجيت جاري. ما تقول لي ياثر بيه. طب انت اهدي كده وقولي. اصل كلام المعلم النوح الصبح خوفني. قال لك ايه؟ قعد يقول كده كلام ما فهمتوش ويضحك بصوت عالي ويلمح ويلقع. خفت. عملت حسابه طلع صح. معقول يا باشا؟ معقول النوح يلعبها كده؟ هي ما تتلعبش غير كده، ده قانون يا علي. لا مؤاخذه يعني يا باشا انتوا بتقولوا ايه يعني؟ اصل انا مش فاهمه يعني. رسوني على بر. النوح رمى المعلومه لسوريا عشان توصل لنا، وفي نفس الوقت رمى المعلومه لخميس علشان يأمن نفسه.
البي عاوز يكسب كل الاطراف. ابن ال يعني ايه يا باشا؟ هو دلوقتي عارف ان انا شغاله معاكو؟ كل دي احتمالات يا سوريا مش اكيد. وانا هستنى لما تبقى اكيد وتطير فيها رقبتي؟ لا يا باشا احنا ما اتفقناش على كده، انا ملزومه منكم ولازم تحموني. اه الناس دي ما بترحمش، اقل حاجه عندها الاكل. يا خسارتك يا سوريا، ادي اخر لما تصدقي الحكومه. حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومه، حرام عليك والله. يا خسارتك يا بنت، بطلي ند، بطلي ند بدل ما ارميكي في الحجز. يا باشا حرام عليك، بقول لك انا خايفه. انت هتستنى ايه اكتر من كده يا باشا؟ حرام عليك، انت بتعاملني كده ليه؟ ما تقول له يا باشا يكلمني بالراحه. اقول له ايه؟ اقول له ايه بس يا سوريا؟ اقعدي كده وكملي كلامك بهدوء. ربنا يخليك يا باشا. والله يا باشا انت اللي بتعرف تجيبني يعني. يعني الصراحه حضرتك بتكلمني حلو قوي. يا ريت تعلمه حاجه والنبي يا باشا. تعرف يا باشا انا ما بفهمش الا بالهدوء والله العظيم. انا اديك عيني، انا بقول لك يعني ان رقبتي هتطير والله العظيم. هو ما حاسس بيا، انا خايفه يا باشا. بس بس بدل ما اخدك من ايدك ارميك عند النوع بايدي. يا اخويا انت بتعاملني كده ليه؟ ها وانا كنت متجوزه ابوك ولا كنت هتجوز ابوك؟ بص روحي فجأة تعبت من المفاجأة. أنا مش أنا مش عرفت. ما شاء الله، أنت عارفة يا حبيبتي إن كل الرجالة المتجوزين هيحسدوني دلوقتي؟ طبعا. جمال وشعر ودلال وحلاوة، حلاوة بزيادة وخفة، وفوق ده كله بقى ما فيكيش اكتر حاجه بتخلي الرجاله المتجوزه تهرب من البيت. صوتك يا حبيبتي. طبعا الرجاله بتهج من البيوت بسبب صوت ستاتهم وزنهم، انما انا بقى في الجنه ونعيمها. اموت انا في السيبه الصلطه. يلا بينا. هوبا. عجبني كلك يا ولا، كلك عجبني، مفيش معلم يا ولا. يا شو مالك مخشبه كده ليه؟ قلت لك ماليش مزاج الليله، وانت اللي قفشت. قفشت؟ قفشت ده ايه؟ يلا يلا ده ايه؟ بقول لك ماليش مزاج الليله. هو ايه؟ هي دي اخر ليله ولا ايه؟ يا شو مالك؟ ماليش، ما عنديش مزاج، وبلاش فضايح بقى. فضايح؟ فضايح دي ايه؟ انا حقي وحق انا كمان يا اخويا انه يبقى بكيفي. طب وايه اللي مش جايب كيفك يا شو؟ جتتي مولعه نار، مش طايقه نفسي فيها حاجه. دي مولعه؟ مولعه في ايه؟ ده انا حاسس انك انت لسه طالعه من الثلاجه دلوقتي. بقول لك ايه، انجزي مفيش وقت. يلا انجزي يا اخويا. اذا كان على ثمن الحبايه اديهولك. حبايه ايه؟ ثمن حبايه ايه؟ انا بجيبها بالعافيه وعلى ثمنها. وبعدين انا بعمل ده كله ليه؟ ما هشهدك مره تقولي لي انا ما باخدش حقي، ولما اجي اديك حقك تقولي لي ماليش مزاج. يا راجل انت عايز تعملها لنا هالليله الليله دي؟ هو في ايه؟ ما حرام عليك بقى، وعديها بلاش تتخنها. بقول لك ماليش مزاج يا معلم. شو شكلك كده ما بقيتيش تحبيني زي الاول. يا لهوي، شوف بقول ايه يقول ايه الراجل. يا راجل حرام عليك، مش كده، مش طايقه نفسي. حرام عليك. خلاص خلاص خلاص، شو براحتك شوقك اهو كده يا معلم يا صاحب توكيل المزاج في البر كله. بس انا كده مش عارفه انا ايه. طب خديني في حضنك حتى. Thank you.
اروح اجيب العربيه لحضرتك يا فندينا. انت لسه ما جهزتش العربيه؟ ما هم قالوا ان حضرتك نايم. مين دول يا واد اللي قالوا ان انا نايم؟ هو انا بنام؟ لا. اجري هات جيب العربيه. هوا ايه الحيوان ده؟ ده حيوان. هو انا بنام؟ معاش اللي يقول كده يا فندينا. المتر رضوان بيدور على معاليك. رضوان مين؟ بدران بيدور على معاليك. ده ايه الزريبه اللي انا وقعت فيها دي يا ربي؟ اقول له ايه يا فندينا؟ فندينا فوتنا. الحمد لله على السلامة. نورت الحارة. كانت مضلمة من غيرك. منورة بيك طول عمرها. خرجت امتى؟ النهاردة. وعاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير، بس أنا زعلانة منك. حقك عليا. أنا كان المفروض أجي أستقبلك وأنت خارجة، بس والله غصب عني. خلاص مش زعلانة، كفاية اللي أنت عملته. طب أنت واقفة ليه؟ هتقعدي؟ أو يعني ادخلي جوه عشان ما تستهويش وتريحي. بس الحارة وحشتني قوي، فقلت أبص عليها. آه يا تتوحش، تتبص عليها. يا بنتي مش عايزة حاجة؟ لا ميرسي. وليها تاني كده؟ ميرسي. توب علينا ربنا. باي باي. بالعربية يا حيوان. أنا وتحبب رومانسي وبرقص مي ونانسي. أنا وتحبب رومانسي وبرقص مي ونانسي. عبدو باشا انا بسال نفسي المكتب منور ليه؟ اتاري عبدو باشا قاعد فيه بقالنا كتير مستنيين الزياره دي. ربنا يخليك يا مالتي بيه، بس انت عارف ان زيارتي لازم تبقى عند اللزوم. بس انت اتاخرت علينا تو ماتش. والله انا جيت حسب الاوان ومتهيالي عداني العيب. الكابتن ابراهيم سعيد اهوت رجليه ما بتتقطعش عن المكان. وانا ويتنج فور الاوان. اما بقى بالنسبه للدكتور الهرده بقى جاهز يا باشا وتسليم على المفتاح. الله عليك، رجع ليالي زمان. السياحه كلها اتضربت وما بقاش فيها غير اللوكل المحل يعني. امال انا جاي ليه يا سعاده الباشا؟ انا جاي علشان اسلمه للي يستاهل، اللي يقدر تمنه. تشيل يا برنس. نشيل ومش هنختلف طول ما احنا ماشيين في الخير. بس قول لي مفاتيحه منين؟ لا معلش، قبل ما اقول اي حاجه لازم نتفق الاول على عمولتي. انتوا كلتوني لمؤاخذه قبل كده في عموله الكابتن ابراهيم سعيد. نتفق على عمولتي في الدكتور الهرده وبعد كده اقول لك مفاتيح. حلفين، على قد ما انا فرحانه لرجعتك وشغلي معاكي، على قد ما انا مقهوره لشمعتك اللي انطفت. مكتوب يا بيسا، مكتوب ولا مفر منه. على رايك. نجمتنا عامله ايه؟ مالت غريبه، ايه اللي جابك لحد هنا؟ روحي يا بيسا خدي يوميتك من شلبي. هو احنا كنا لسه اشتغلنا يا كابتن؟ من هنا ورايح الالمونيا هتقبضيها مقدما، وكل ده عشان خاطر نجمة المحل الاولى. تسلم يا كابتن. روحي يا بيسا وخدي الشباب معاك. عينيا. يلا يا شباب. اكيد طبعا مجيتك لحد هنا مش ببلاش. انا مفيش حاجة عندي ببلاش، كل شيء وله تمن. المهم الشيء ده يستاهل تمن ولا لا؟ طب انجز يا اخويا وهات من الاخر. طبخه مستويه ومستنيه الاكال. دكتور الهرده. هرده يا ابو هرده؟ ماليش فيه. انا ماليش فيه وهو ملوش فيه وانت مالكيش فيه. احنا مجرد اسباب، والدكتور الهرده ملوش غير في الميه. مهمتنا القوميه انه بقاله في حاجات تانيه كتير، والميه ما بقتش تجيب همها. انت شايفه مصاريف المحل عامله ازاي والسياحه اتضربت على الاخر يا نجمه. بقول لك ايه يا مال؟ اسمعي يا رومانا، قبل ما تقولي اي حاجه تزعلني، ما تنسيش ان احنا اتفقنا وان افندينا خلاص بلح، واللي جاي لازم يبقى احلى يا نجمه. ايوه بس انت عارف. انت رومانا ميزان الجمال في المحل، واللي زي دكتور الهرده ده يتمنى نظره من عينيكي، ما
بعدين انا مش بقول لك اعملي معاه حاجه وحشه لا سمح الله، لا دي سكتي ولا دي اخلاقي ابدا. احنا عايزين نخليها اوبن بوفيه، اي حاجه ياخدها من المنيو، سيجاره حبايه، يرفع له خط يجي يطلب، احنا نشتغل انت تقبضي. شفتي اخلاق ارفع من كده؟ لو انت الصادق ما شفتش اوطى من كده. ميرسي يا روحي، اتفضلي يا حياتي. حجرين وشويه قهوه يظبطوا الدماغ بدل خبط السهر ولطشه الشرب. ظبطت الدماغ ووزن الكيف على ميزان المزاج، دي لعبتنا. خدي دي اضربيها بعدين. ايه ده؟ بس اللي جابهولي قبل كده كان لونه احمر. لا سيبك من الاحمر ده، خليكي في الابيض احلى. ده بتاع بلاده ده الاصلي، ده بقى يعمل ايه؟ يصفر الدماغ ويخليك تبداي من اول وجديد. خلاص هبقى اجربه. اما تعوزي منه بيقولي لي وانا اجيبه لك لغايه عندك بدل ما تروحي وتيجي. اللي قولي يا ماي فريند، انت بتشتغل ايه بالظبط؟ دكتور سنان. نعم. احنا هنهزر؟ انا عقبال املتك سفير الكيف وراء النوح في كل خن، تلاقي بصمه ليا في كل ركن، تلاقي صوره ليا. انا بقى هوايتي انعش الدماغ واصفيها من كل زباله الدنيا. عرفتي بقى انا بشتغل ايه؟ طبعا. ايه؟ دكتور سنان. قتلتك دلوقتي وتويتك الحكومة هتنفعك بإيه؟ بس هنا يا فندينا، هو ده بقى المقر يا فندينا. هو ده؟ ايوه. اتفضل يا برنس. رايح فين؟ هاجي مع جنابك. لا 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 انزل لوحدي خليكم. طب خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك، خد بالك انت من العربيه، بس اوعى تحكها زي عوايدك، ما انا عارفك غبي حك وتوب عليك ربنا. خد يلا. النهار ازرق. وده شاطره. نعم. بالراحه يا بنت، بتبولي كده ليه؟ تعرفي تقري؟ ايوه. طب اقري اليافطه دي. دي ولا دي؟ اقري اللي فوق. انتخب المرشح المحترم بجاش المري رمز الوطواط. تعالى شاطره. نعم. يا بنت بالراحه، مكتوب المحترم. ايوه. ورمز الوطواط. ايوه. تشكرين يا ابله. العفو. يا اهلا وسهلا يا فندينا. الوطواط تخافوا عزيزة عليا يا فندينا. يا اهلا وسهلا، والله ما صدقت قدام انك جاي. يا اهلا يا اهلا بجاش. معقوله فندينا؟ وشرفنا مقرنا المتواضع وماسونيا المحترم.
مقركم المتواضع المحترم حسب امر اليافطه. عود يا سونيا، عود يا حبيبتي. ماله زي بيتك محترم؟ امال بقى محترم لما خطيت عتبته. ما شاء الله ما شاء الله. ايه بجاشي ده؟ ده انت بقيت ولا نجوم السيما، كل صوره بوضع. وكله اكل عيش يا فندينا، وانت السادق كله شمال. اكيد مجايتك هنا وراها كلام كتير يا فندينا. خدمه قصاد خدمه، والحساب يجمع. وماله رقبتي؟ في واحد يا بجاشي هديك اسمه، عايز اعرف عنه كل كبيره وكل صغيره، اصله فصله، يعني باختصاره بالبلدي عايز اعرف كل اللي تعرف تجيبه عنه. اسمه ايه يا فندينا؟ في حاجتين في الاول، الاولانيه سؤال والتانيه اتفاق. اسمع كل اللي عاوز تقوله يا فندينا. تعرف ايه عن شوق؟ مين؟ شوق مرات الخيل. انت هتنح بقى وتهته من اولها بجاشي. هي كانت غزيت افراح وانت كنت بلطجي افراح، يعني لا مؤاخذه في ترعه موصوله ما بينكم. تعرف ايه عنها؟ كل خير والله. ومن ساعه ما اتجوزت الخال وهي في حالها، حتى الترعه اللي ما بيننا اتردمت. ماشي. طب وايه بقى حكايتها مع النوح؟ النوح بتاع الجمال. النوح بتاع الجمال، اسم الله عليك. ماله بتاع الجمال؟ ما هو كان زيه زي غيره، داير وراها، وجه الخال وقش. دلوقتي جه وقت الاتفاق. الكلام اللي هقوله يا بجاشي هيفضل سر بينا، سر. وانت عارفني ما اكرهش في حياتي قد الخيانه، حتى لو تمنها رقبتي. ايه قولك؟ استبينا فندينا، قولي اسمه ايه بقى؟ ولا حبيبي العمروتي. مالك يا بنت؟ بتخشبك انا ليه ولا حكي؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك على بقلي وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي، كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس رجليك. يا بنت يا بنت قومي، مش شايلين ذنب، انا مش قد. قومي الله لا يسيك، انا مش ناقص. يا معلم انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا، ومش حمل اذايا. ومين جاب سيره الاذايا دلوقتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بنت يا بنت، انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ انا مش قد الحكومه. ولا الحكومه قدي. ويقدر على القدره اللي ربنا. فاهم يا بنت؟ يا بنت ما تخافيش، ما تخافيش. انا لو عاوز اتويكي كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، ولا كان في مخلوق هيعرف لك طريق جره. معلم انا انت بس طيب. طيبه. انت فاكراني ان انا راجل اهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسه مساج وكام ضحكه ميصه وكام نظره رضا؟ بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي، واللي انت عايزه
بس ارحمني والنبي. الرحمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايز ده من ايه يا معلم؟ ولا حاجة، ولا اي حاجة. اللي انا عايزه انت عملتيه خلاص. يعني يا بنت انا اللي كنت بشغلك عند الحكومة عشان يوصل لها اللي انا عايز اوصله. بصراحة انت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده انت تستاهلي مكافأة نهاية الخدمة. مكافأة؟ عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومة بتاعتك. يبقى هتموتني يا معلم. هتجوزي